مرحبا بكم، مرحبا بكم في حصتكم المفضلة مع عمو يزيد. اليوم بداية الموسم، حصة جديدة، إذن معكم أنتم راح نستهلوا الموسم الجديد هذا يا أحبائي. رابع موسم، إذن رابع سنة لحصة مع عمو يزيد، إذن أربع سنوات من المتعة معكم. اليوم حبينا نستهلوا هذا الموسم الجديد، نتكلموا شوية على نهاية العطلة، كيفاش قضيتوا العطلة، كيفاش راكم تحضروا في نفوسكم للدخول المدرسي، كيفاش استمتعتوا مع الأهل نتاعكم وكامل. ونتكلموا في كل حصة راح نطرقوا الموضوع، نتكلموا عليه هذا الموضوع ولو للحظات ولا لدقائق. الموضوع تاع اليوم هو الجد يا أحبائي. تعرفوا الجد؟ تعرفوا الجد؟ نعم. وانتم جديين؟ نعم. إذن أحبائي، الجد هو أنه الإنسان لما يبدأ يدير في عمل يأخذه بجد، يعني لازم يعطي له الأهمية نتاعه. يا أخي أحبائي، لما تقوموا بأي عمل لازم يكون فيه الجد. على بالكم باللي في هذه الفترة هذه كاين يوم عالمي مهم، هذا اليوم في هذه الفترة راح يصادف يوم 31 أوت، هو يوم عالمي ضد التجارب النووية. على بالكم يا أحبائي، في العالم هذا كاين دمار، كاين قنابل نووية، كاين، ولكن الحمد لله أن الإنسان من خلال الجمعيات، من خلال المنظمات العالمية يحارب هذا الدمار. إذن في كل سنة في 31 أوت العالم كامل يتضامن باش يحد لرفض ويتضامن كامل ضد هذه التجارب النووية. وعلى بالكم للجزائر كانت عرضة لهذه التجارب النووية في مدينة رقان في وقت الاستعمار الفرنسي، إذن ما ننسوهاش، إذن لازم نضامنه كامل باش نرفضوا هذه التجارب النووية. في كل حصة نقول لأصدقائنا الأطفال إلا حبوا يشاركوا ويحضروا معنا كيما انتوما ويفرحوا، ما عليهم إلا يتوجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بهذه الطريقة. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. إذن يا أحبائي، لما تشاركوا في التسجيل باش تحضروا معنا في حصة مع عمو يزيد لازم تصبروا شوية، لأن التسجيلات كثيرة وسيرين الهاتف ونكلمكم وتجوا كامل تفرحوا معنا كما أصدقائنا اللي راهم حاضرين معنا هنا. وكذلك حبيت نرحب اليوم بأطفال مدينة ورقلة اللي راهم حاضرين معنا اليوم، عطونا تصفيق عليهم. أطفال مدينة ورقلة، مدينة ورقلة، مدينة الجنوب الشاسع، المدينة الجميلة، مدينة الكرم، مدينة الجود. إذا نرحبوا بكم، راكم هنا في إطار عطلة صيفية. تعالي بنتي، تعالي أروحي، تعالي تعالي تكلمي معنا، تعالي تعالي تعالي. ما اسمك بنتي؟ اسمي أمينة. أمينة، الله يبارك. تسكني في ورقلة أمينة؟ إيه. الله يبارك. واش من سنة تدرسي؟ ندرس سنة أولى متوسط، حان باصيل ثانية متوسط. الله يبارك. وشاطرة في الدراسة؟ الله يبارك. واش تحكي لنا على مدينة ورقلة؟ واش يعرفوا عليها الناس؟ انا شوف فيك لابسه زي تقليدي جميل جميل جدا. تلبسوا هذا الزي التقليدي في الاعراس ولا في المناسبات؟ نلبسوها في الاعراس. في الاعراس. الله يبارك، الله يبارك. كي تروحي مدينة ورقلة تسلمي عليهم كامل؟ اذا قولي لهم عمو يزيد يسلم عليكم كامل وحب يستقبلكم كامل يا اخي. الله يبارك، تفضلي بنتي تفضلي. اذا تحيه، تحيه الناس ورقلة، تحية كذلك الأطفال اللي راهم حاضرين معنا كامل من كل ولايات، لأنه يرسلونا من كل 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 الولايات. في بداية كل حصة نطرح عليكم سؤال ولا لغز تفكروا فيه لغاية نهاية الحصة. لغز اليوم والسؤال اليوم يقول: ما هو طول السواحل الجزائرية ولو بالتقريب؟ طول السواحل الجزائرية، يعني الساحل الجزائري كامل شحال فيه؟ دائما نتكلموا عليه نقولوا كذا وكذا، الساحل الجزائري كبير وجميل. إذن أعطولي الطول تاع الساحل الجزائري بالتقريب. وانتم كذلك يا أحبائي إذا كنتم تشوفوا فينا تقدروا تجاوبوا على السؤال هذا
عن طريق موقع الانترنت عمويزيد.com بهذا الطريق. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. كي تجاوب على اللغز راح عمو يزيد يتكلم معكم عبر الإيميل ولا عبر الهاتف. واش رايكم دركا نروحوا نكتشفوا شخصية مرموقة في الجزائر. راح نكتشفوا مع أنفال اليوم شخصية عبد الرحمن الثعالبي. إذن تفضلي أنفال، تفضلي تصفيق على أنفال. مساء الخير يا أطفال. عبد الرحمن الثعالبي. ولد عبد الرحمن الثعالبي سنة 1384 ميلادي بوادي يسر بمدينة يسر الواقعة بولاية بومرداس. نشأ في بيئة علم ودين وصلاح. استهل تعليمه على يدي علماء منطقته، ثم انتقل وتكون في الجزائر، ثم قصد المغرب الأقصى بصحبة والده محمد بن مخلوف فتعلم أصول الدين وزار مدينة بجاية فمكث بها سنة، ثم عاد إلى مسقط رأسه بعد وفاة والده، ثم رجع إلى مدينة بجاية فنزل بها سنة 1399 ميلادي مكث فيها حوالي 7 سنوات. انتقل إلى تونس سنة 1406 ميلادي، ثم إلى مصر سنة 1414 ميلادي، فلقي بها البلالي وأبا عبد الله البيساطي وغيرهما، ثم ارتحل إلى تركيا ومنها قصد الحجاز فأدى فريضة الحج، ثم قفل راجعا إلى مصر واصل دراسته فيها ومنها إلى تونس، فوافى بها ابنه مرزوق الحفيد التلمساني فلازمه وأخذ عنه الكثير، ثم عاد بعد هذه الرحلة الطويلة في طلب العلم والمعرفة إلى الجزائر، فاهتم بالتأليف وصار يلقي دروسه بأكبر مساجد الجزائر. تخرج على يديه كثير من العلماء. تولى القضاء زمنا قصيرا ثم تركه لينقطع إلى الزهد والعبادة، كما قام بالخطابة على منبر الجامع الأعظم بالجزائر، ويروى أن من بقايا آثاره المتبرك بها إلى اليوم مقبض عصا خطيب صلاة الجمعة. كان معروفا عن عبد الرحمن الثعالبي أنه عالم زمانه في القطر الجزائري في علم التفسير وعلم العقيدة والفقه والتصوف وغيرها من العلوم الدينية الأخرى، وهو أحد أعلام القرن 9 الهجري. توفي يوم الجمعة منتصف شهر مارس 1471 ميلادي، ودفن في زاويته بالجزائر العاصمة، حيث طريقه بها إلى اليوم في مقبرة سيدي عبد الرحمن الثعالبي. شكراً أنفال. شكراً. إذن أحبائي، عبد الرحمن الثعالبي عالم فقيه جليل نعتز به ونعتز بكل علماء العالم العربي والإسلامي والجزائري خاصة. كنا تكلمنا مقبلة على الجد، ولكن قبل ما نروح للمفاجأة تاع اليوم تاع الجد راح نستقبلوا مع بعض. عبركم عمو يزيد تقدروا ترسلوه عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار اراء وملاحظات، والرسائل تاعكم لما توصل عمو يزيد يقراها هنا في الحصه. ولكن شكون اللي يجيب لنا الرسائل؟ شكون؟ تعال بريد. اروحي بنتي تعالي. واسمك؟ راندا. وين تسكني راندا؟ في ولايه تيبازا. في تيبازا، الله يبارك. شكون اللي يجيب لنا البريد؟ ساعي البريد. اذا رحبوا معايا كامل بصهيب. تفضل صهيب. يلا ساعي البريد. وعليكم السلام ورحمة الله. وليدي وش راك؟ لاباس. لاباس. خير. وين جبت لنا اليوم صهيب؟ بريد أصدقاء الأطفال. إذا تفضل صهيب حطوا لنا في علبة البريد. إذا أحبائي رسلونا باش عمو يزيد يقرأ البريد نتاعكم فيما بعد. شكرا صهيب. شكرا. تفضل. تحية صهيب. تحية. مع السلامة. أحبائي تكلمنا مقبلة على الجد. عمو يزيد لكم أغنية مفاجأة، هي أغنية الجد. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد. تغنوا كامل معايا؟ يلا نغنوا كامل مع بعض.
ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد. هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد. هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. راجع درسك بعد الفهم، تصبح أنجب من في القسم، فالعلم شرط التمكين، فاسعى إليه ولو في الصين. راجع درسك بعد الفهم، تصبح أنجب من في القسم، تصبح أنجب من في القسم، والعلم شرط التمكين، فاسعى إليه ولو في الصين، فاسعى إليه ولو في الصين. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد. وزع وقتك عند الصحو، ما بين الجد واللهو، فالتلميذ الحادق دوما ما فرط في درسه يوما. وزع وقتك عند الصحو، ما بين الجد واللهو، ما بين الجد واللهو، فالتلميذ الحادق دوما ما فرط في درسه يوما، ما فرط في درسه يوما. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، علما تبني وطنا، سابق واشغل فيه الزمن، واجعل طلب العلم الأولى من بين الغايات المثلى. فاكسب علما تبني وطنا، سابق واشغل فيه الزمن، سابق واشغل فيه الزمن، واجعل طلب العلم الأولى من بين الغايات المثلى، من بين الغايات المثلى. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، برافو برافو. شكرا شكرا شكرا. إذن أحبائي، الجد هو عنوان المجد. يا أخي تحبوا ألعاب الخفة؟ نعم. وش رأيكم نروحوا دركا نكتشفوا ألعاب الخفة مع عم مراد، اللي جانا من مدينة الورود، مدينة البليدة. تفضل عم مراد، يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام.
برافو 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 عمو مراد. شكرا شكرا شكرا. عجبكم عمو مراد؟ نعم. إذن أحبائي اليوم بما أننا في أول حصة في الموسم رايحين تكتشفوا معنا فقرة جديدة. هذه الفقرة هي فقرة هل تعلم. احنا ماذا بينا كتجوا الحصة تتعلموا معنا أشياء عديدة، حتى أصدقائنا عبر التلفزيون لما يشوفوا فينا ولا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com نحبهم يتعلموا معنا بزاف حوايج. إذن اليوم راح نكتشفوا أول فقرة هل تعلم مع ياسمين. تفضلي ياسمين. مساء الخير يا أطفال. هل تعلم أن الأنف الأذن من الأعضاء الوحيدة في جسم الإنسان التي لا تتوقف عن النمو طوال فترة الحياة؟ برافو 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 برافو. شكرا ياسمين شكرا. إذن أحبائي أنا ما كانش على بالي بلي الأنف والأذن لا تتوقف عن النمو طيلة الحياة، يعني كل الأعضاء تتوقف ولكن الأنف والأذن يواصلوا في النمو تحهم. إذن إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا. تحبوا الحكايات؟ نعم. أبو يزيد راح يحكي لكم حكاية الخوف من الفشل. يلا معي. إذن يا أحبائي الأطفال كما وعدتكم مقبلة راح نحكي لكم حكاية الخوف من الفشل. موضوعنا اليوم هو موضوع الجد كما تكلمنا. إذن الفشل هو عدو الإنسان. واحد النهار كان واحد الطفل يتكلم مع باباه، قاعد يقول له وش راك يا وليدي وش راك تدير؟ قال له يا بابا أنا غدوة عندي سباق، عندي سباق بصح على بالي ما راحش نفوز بهذاك السباق. باباه تخلع، قالوا كيفاش تنبأت باللي انت مازال ما درتش هذاك السباق وراك تتنبأ باللي ما راحش تفوز؟ قالوا على بالي باللي انا فاشل ورايح ما نفوزش بهذاك السباق. باباه تفاجأ، قال كيفاش انا وليدي يخاف من حاجه مازال ما دارهاش؟ وهذا الشيء لاحظوه يا احبائي في اطفال، عديد من الاطفال كي يجي رايح الامتحان واللي راح يدير حاجه يقول ايه على بالي ما راحش ننجح. بعد باباه فاق باللي لازم له يشجع وليده، ما تحكمه، قعد معه قالوا يا ابني ما لازمش الإنسان يفشل قبل ما يجرب، لازم تجرب لأنه القوة نتاعك في المثابرة والجد نتاعك. إذا كان لما تروح باش دير سباق وتكون جدي وتتمرن وكامل، قالوا ما لا روح، قالوا نروح نتمرن أنا وياك ونشوف القدرات نتاعك. اداه للملعب هكذا وبدأ تجري، باباه يشوف السباق قالوا يا وليدي راك مليح انت، من عندك الخوف من الفشل فقط. وبدا يفهم فيه، قالوا يا وليدي لا لا، وهاد الناس اللي حتجري معاهم هما عباد كيما انت وراح تفوز عليهم ولا يفوزوا عليك الا بالعمل والجد، دونك ما لازمش تخاف من الفشل. اذا احبائي الخوف من الفشل هو من بين الاسباب اللي تؤدي الى الفشل. دونك قال له ايه، قالوا يا بابا عندك الحق، قالوا خلاص من اليوم نولي دائما نتنبأ بالفوز، دائما نتنبأ بالفوز ونعمل كل جهدي، وحتى إذا كان فشلت معليش لأني نكون حاولت بكل جهد. لذا الإنسان لازم يحاول بكل قدرته وكل جهده باش ينجح. عمو يزيد عمو يزيد، نستخلصوا من الحكاية تاع اليوم أن الثقة في النفس عنوان النجاح. برافو 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 بوبي. إذن أحبائي الأطفال الثقة بالنفس، الإنسان لازم يثق بنفسه بالقدرات نتاعو. يا أخي يلا معايا. إذن أحبائي كما قلت لكم مقبلة في الحكاية الثقة بالنفس هي عنوان النجاح كما قال نبوبي. إذن يجب أن نثق بأنفسنا يا أخي يا أحبائي، هذا وعد. الله يبارك. ترك الحقنا واحد ركن نحبه بزاف هو ركن النكت. شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي؟ تعالي بنتي تعالي تعالي. نروحي اقعدي اقعدي تفضلي بنتي. عاودي ذكرينا باسمك. امينه. امينه الشاطره امينه باينه اللي انتقلت للسنه الثانيه متوسط. يا اخي الله يبارك بنتي الله يبارك. اذا بالتوفيق ان شاء الله. احكي لنا النكته تاعك بنتي، جيتينا مدينه ورقله ها؟ سلامي ليهم كامل ما تنساش، هذا وعد ان شاء الله. احكي لنا النكته تاعك. قال لك هذا زوج دراري، واحد اسمه سالا واحد اسمه علا. من بعد تلك علا راح المدرسة عطاتهم سيدتهم العلامات، من بعد راح سالا قالها لمو علامات، هي عن بالها ولدها علامات. من بعد تلك دخت
ومن بعد بعد يومين ناضت من الدوخة، قالت لها جتها واحد المرأة قالت لها سلامات، عم بالها ولدها سلامات وفازت حابت تغشت. الله يبارك، شكرا بنتي، شكرا. تفضلي، تعال تعال تعال. أروح أروح أقعد قدامي. واسمك؟ داوي محمد عبد الحق. واسمك؟ داوي محمد عبد الحق. محمد عبد الحق، الله يبارك. شحال في عمرك محمد؟ سبع. سبع أيام؟ إيه. سبع سمانات؟ إيه. سبع شهور؟ سبع واش؟ سبع عمري سبع. سبع واش؟ ها؟ سبع واش؟ سبع. سبع سنين؟ إيه. سبع سنين. الله يبارك، الله يبارك ولدي. واش راك لاباس؟ وين تسكن محمد؟ سكر. وين جاية هذه؟ واش مولاية؟ ها؟ ولاية ورق. ولاية ورق، لا الله يبارك. وكي تروح تسال عليهم تقول مع مو يزيد ويسلم عليكم. إيه. الله يبارك. احكي لي النكتة تاعك. الكذا واحد الخطرة، واحد اسمه ما نقولش، واحد اسمه عقلك ملك ماكا، كي راح المدرسة تاعو قالت له سيداته وش اسمك؟ قال لها ما نقولش. ما قالت له نديك المدير؟ قال لها ادي والله خلي. مالك ادات المدير؟ قال لي وش اسمك؟ قال لي ما نقولش. قال لي وش اسمك؟ قال لي ما نقولش. مالك؟ قال لي ورا عقلك. قال لي عقل الله ياكل في القرنطيطة. الله يبارك، الله يبارك. تعال 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 تعال. واسمك ولدي؟ موسى. موسى، راك لابس زي تقليدي جزائري من الدرجة الأولى. تفيقة 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 تفيقة. على بالكم الجزائر حافلة بالثقافات وحافلة بالأزياء التقليدية، هذول اللي نعتزوا بهم ولازم نحافظوا عليهم. واسمك ولدي؟ خميس موسى. الله يبارك. وين تسكن؟ في ورقلة. في ورقلة، خير الناس. راك في عطلة هنا؟ عجبك الحال؟ كي راك معنا هنا. الله يبارك، الله يبارك. احكي لنا النكتة تاعك. قال لك هذا الدابز مع واحد، دابز مع واحد في قهوة واحد في 2001. جات لا بوليس ما لقات حتى واحد. جات لا بوليس ما لقات حتى واحد، لقات واحد يغني في التيفيغي واحد. واش يغني؟ التيفيغي واحد. التيفيغي واحد. الله يبارك، الله يبارك. مقبلة ساعي البريد، جبنا رسائل تاع أصدقائنا الأطفال اللي رسلونا. إذا بوبي، شفنا علبة البريد، واش جبنا ساعي البريد صديقنا؟ شكرا 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 شكرا. إذن أحبائي الأطفال، رح نبدأ نقرأ في رسائل تاع أصدقائنا الأطفال اللي رسلونا. الرسالة الأولى معند حليمة سميرة، 10 سنوات، من مدينة ولاد موسى، ولاية بومرداس. قلت لكم عجبتني بزاف الحصة تاعكم، ومع السلامة. إذن يا سميرة، شكرا شكرا على هذه الرسالة الجميلة. كي تعجبكم الحصة، هذاك هو الهدف نتاعنا. الرسالة الثانية، الرسالة الثانية معند نيلة بن علي. إذن بن علي ليلى من ولاية غيليزان، خيار الناس كذلك. قلت لكم برنامج جميل ورائع في عمرها 10 سنوات. إذن نيلة بن علي، شكرا بنتي على هذه الرسالة. قلت لكم برنامج جميل ورائع، رائع البرنامج يا أطفال. إذن الرسالة الثالثة، الرسالة الثالثة من عند عبد الله نوري، نوري عبد الله، 4 سنوات، من بلدية أحمد راشدي، ولاية ميلا. الله يبارك، تحياتنا لكاع سكان ولاية ميلا. قال لكم حصة جميلة جدا وأنا أحبها، أود لو تتاح لي الفرصة لأكون معكم وشكرا. إذا عبد الله نوري ولدي، إن شاء الله تكون معنا في أقرب وقت. مادام سجلت راح نكلموك. الرسالة الموالية عند غانم هادي الأنفال، 7 سنوات، من مدينة حاسي مسعود، ولاية ورقلة. كيما انتما يا أطفال. قلت لكم عمو يزيد تعجبني كثيرا هذه الحصة وأريد المشاركة معكم وشكرا. إذا هذه الأنفال غانم بنتي، 7 سنوات، من حاسي مسعود. مادام سجلتي حتما راح نكلموك باش تجي تشاركي معنا. الرسالة الأخيرة
من عند حامش لبنى 4 سنوات من مدينة المسيرة. قالت لكم حصة رائعة وأحبكم جميعا. إذن لينا هامش بنتي، شكرا شكرا على هذه الرسالة الجميلة. إذن أحبائي الأطفال، إذا حبيتوا عمو يزيد يقرأ الرسائل تاعكم، ما عليكم إلا ترسلونا عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات، وعمو يزيد راح يقرأ الرسائل تاعكم هنا. يا أخي أطفال، دركا لحقنا للجواب عن اللغز. إذن أحبائي، قلت لكم ما هو طول السواحل الجزائرية؟ شكون يعرفها؟ تعالى 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 تعال وليدي، عاود ذكرهم باسمك. خميس موسى. الله يبارك. وش هو الجواب؟ الجواب هو 200 كيلومتر مربع. لا لا، راك بعيد شويه وليدي. تفضل تفضل. شكون يعرف الثاني؟ شكون يعرف؟ تعال تعال، ولو بالتقريب. معليش انا كي تقربوا شويه الجواب راح نقبلوا. واسمك وليدي؟ علاء الدين عزي. الله يبارك. وين تسكن علاء الدين؟ ولايه وفقله. واي مدينه في الولايه بالذات؟ ايه. الله يبارك، تسلمنا عليهم كامل كي تروح. ها وش هو الجواب؟ 1200 كيلومتر. 1200 كيلومتر هي. تعال تعال ابقى معايا ابقى معايا، على بالكم يا احبائي كامل كي نداولوا هذه المعلومه نقولوا الساحل الجزائري اكثر من 1200 اكثر من 1200، ولكن كاع الناس تقول 1200. تعرفي؟ تعالي تعالي بالك عندها الجواب. تعالي عاودي ذكريهم باسمك. امينة. امينة شحال طول؟ 12 8. لا لا ماشي 12. تفضلي بنتي. ما يشبه. تعال تعال، اذا كان واحد جاب جواب ادق من تاعك هو اللي يفوز، ولكن اذا كان ما جابش ما نفهمكم. تعال بنتي. واسمك؟ عبد الرحمن القبيشي. عبد الرحمن، وين تسكن عبد الرحمن؟ في توغورت. في توغورت. لا كنت في الحفل تاع عمو يزيد نهار جا ولا ما كنتش؟ عبيك عمو يزيد جا توغورت، جدة حفل كبير في مدينة توغورت. معليش نعود نرجع لكم إن شاء الله، هذا وعد. حتى مدينة ورقلة عن قريب إن شاء الله راح نزوركم، هذا وعد ثاني. وش هو الجواب؟ 1600 كيلومتر مربع. كيلومتر مربع، اسم الطول بالكيلومتر مربع ماشي مساحة، هذه هذا طول كيلومتر. عاود. 1600 كيلومتر. كيلومتر، برافو. تفضل وليدي تفضل. تعال 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 تعال. إذن أحبائي طول الساحل الجزائري هو 1622 كيلومتر. إذن عاود ذكرهم باسمك. عبد الرحمن القبيشي. عبد الرحمن، تقرأ مليح عبد الرحمن. إيه. برافو. إذن عبد الرحمن قال لكم 1600 كيلومتر، معليش هي 1622. نقبلوا الجواب تاعو؟ نقبلوه. أعطيه الهدية تاعو، أعطيه الهدية تاعو، أعطيه الهدية تاعو. إذن وليدي شكرا، شركة شيبس مهبول تهديك هذه الهدية على الشطارة نتاعك. إذن طول الساحل الجزائري 1622 كيلومتر، وعلى بالكم كاين دولة اللي عندها أكبر ساحل في العالم هي دولة كندا، عندها 202 ألف كيلومتر. هي أول دولة اللي عندها أكبر طول للساحل نتاعها 202 ألف كيلومتر. ولكن الساحل الجزائري الميزه نتاعو انه جميل، انه جميل والمناخ تاعو اجمل، ونقدروا نعوموا فيه والاستجمام ونروحوا مع العائله وكامل، حتى الطقس جميل جدا جدا جدا. يعني كاين دول عديده عندها سواحل بالك اكبر، ولكن الساحل الجزائري جميل جميل جدا. يا اخي عجبكم الساحل الجزائري؟ اذا وليدي تفضل تفضل تفضل. شكرا على الشطاره تاعك. الحقنا دركا الركن عيد الميلاد. يا اخي احبائي، باش تحتفلوا بعيد ميلادكم في حصه مع عمو يزيد، ما عليكم الا تبعتوا 5 قسيمات من علب حليب رامي للصندوق بريد، الصندوق بريد 42000 مدينه سطاولي الجزائر العاصمه. اذا درقاوي شارف، تعال ولدي تعال، التحق بيا التحق بيا. 12 سنه من مدينه مستغانم. اروح ولدي. واش راك؟ لاباس. فاهمهم كيفاش راك هنا؟ كيفاش سجلت باش جيت تحضر معنا؟ بتاع شركة رامي، تابعت الحصة تاع عمو يزيد وبعت القسيمات هذوك.
الله يبارك الله يبارك. إذن أصدقائي إحنا راح نلتحقوا بيا نغنوا له أغنية عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الجاتو نتاعو. يلا عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا إن شاء الله يا ربي ما تبي تسالا وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي الدنيا تسالا وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نزهل نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو واصحابو يبركولو وجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو برافو برافو. إذن عمو يزيد ايش على مشوش انت بصح واه تا معليش ما احكي بلا صبرك وليدي معليش فوالا. إذن عمو يزيد شعلك شمع، حنا نديرو معاه العد التنازلي. إذن 9 8 7 6 5 4 3 2 1. برافو 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 برافو. طفي 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 طفي. برافو 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 برافو. عطيني الشهادة تاعو، عطيني الشهادة تاعو. إذن أحبائي كاع أنتم اللي شاركتوا معنا اليوم رايحين تاخذوا شهادة مشاركة في إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد. إذن شرف درقاوي هذه الشهادة نتاعك راح تديها معك، وزيادة على هذا شركة رامي، شركة رامي تهديك هدية عيد ميلادك كما وعدناك. تفضل وليدي تفضل 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 تفضل. برافو. إذن وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم استنونا في الأسبوع المقبل على قناتكم قناة الشروق تي في في نفس التوقيت. نحبكم يا أطفال، سلام. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد.